ميشو فاطم وميشو اخ وعكس بعض بيعيشوا فاطم وميشو فاطم وميشو اخ وعكس بعض بيعيشوا فاطم يا عيني مكسور جناحي وميشو قراري ونافش ريشو فاطم يا عيني مكسور جناحي وميشو قراري ونافش ريشو سهل كده يالا تبقى مجرم وما تصيد. امال يا اخويا جبت الجرأه دي كلها منين؟ ده الاول ما شفت العيال التيران دول داخلين عليك ورافعين عليك المسدسات ربك والحق قلبي وقع في رجلي وقريت عليك الفاتحه. ايه انت ما خفتش يا جدع؟ لا انا ما خفتش وبس، ده انا كنت مرعوب يا بونبوني. انت مرعوب؟ امال يا اخويا ما كانش باين عليك ليه؟ ما هي دي بقى يا بونبوني اول شروط الاجرام، انك تبقى من جوه مرعوب وعصفور مكسور الجناح، لكن اللي باين للناس انك صقر مستني تهجم على فريستك في اي وقت ومش خايف من الموت. هتلاقي اللي قدامك اتشل تفكيره. انا ده اذا كان اللي قدامه مش خايف من الموت يبقى اكيد مفيش فايده في تخويفه، ساعتها بس يا بونبوني تعرف انك كسبت. يا ابن اللذينه، يعني انت كنت عارف ان انت هتخرج من العمليه دي ساق سليم؟ كنت مصدق نفسي يا بونبوني وطاير في السماء. ميشو يا اخي نفسي ابقى زيك كده وطير في السماء ورفرف كمان. احنا لما تصدق ان عندك جناحين هتقدر. لسه هصدق تاني يا ميشو؟ لا لا بقى رد مين ده؟
الو ايوه مين؟ مين؟ اه يا سردينه الليله دي؟ طب خليك معايا خليك معايا. ده الواد سردينه بتاع العزبه المعلم الششتاوي هيجوز بنته النهارده الصبي من صبيانه، وادى الواد بومبا وباعه بعد ما لهف منه 10 بواكي والشبكه، وعايزه كميشو تجيب له حقه. يا سردينة ميشو هياخد 5 أساتك استنانا في الميدان واحنا هنجيله زي ما سمعت بقى. يلا ما تلبلبش يلا بينا. بقولك ايه استنى صحيح انت هتروح له بجد ولا علاقة؟ ومش سردينة ليه حق يبقى لازم يرجع. يلا ما تستنى يا ميشو انت على طول. طيب في ايه؟ بقولك ايه انت هتعمل ايه مع البنت بتاعت البلياردو؟ يبقى شالت شعلة من عليك. ولا حاجة زيها زي غيرها. افهم بقى يالا احنا اتخلقنا عشان نتحب مش نحب. وقد لاحظ لومبروزو بعد تشريح جثث عدد كبير من المجرمين الذي تتصف جرائمهم بالعنف والقسوة، وبعد فحصها تبين وجود عيوب في تكوينهم الجسماني وشذوذ في الجمجمة بالإضافة إلى العصبية الزائدة عن الحد. يا خبر أبيض دي نفس الصفات بتاعت بابا. طب إيه كمان إيه كمان؟ ومن أبرز الحالات التي درسها حالة لص وقاطع طريق خطر قتل أكثر من 20 شخصا وقتل أولاد قتل أولاده وقطعهم إربا إربا. إيه ده؟ لا, 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 لا أنا عمري ما بابا يعمل معايا كده. ممكن يقتلني يقطعني؟ طب ايه صفاته يا استاذ المبروز عشان اتاكد؟ عدم انتظام وتشابه نصفي الوجه، غزاره في شعر الجسم واستعمال اليد اليسرى وضخامه الكفين. انا لازم اتاكد بنفسي. قطعهم اربا اربا. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ واشرب غير في الهواء يا بصص كده ليه؟ عدم انتظام وتشابه نصفي الوجه. في حاجة يا أنا؟ لا بابا أصل حضرتك وحشني أوي 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 أوي. وحش لما يلهفك. تعال يا أخويا تسمم معايا بدل ما أنت واقف باصصني في اللقمة. حاضر بابا. قعدت بعيد ليه؟ تعالى هنا. حاضر بابا. يا ابني هنا. حاضر بابا. هنا ايوه. هو بابا اقعد على حجرك يعني بابا ولا ايه؟ ليه هرضعك ان شاء الله. انا اسف. امسك. غزاره في شعر الجسم واستعمال اليد اليسرى وضخامه الكفين. ما تاخد حيله ريله. حبيبي حبيبي على فكرة بابا أنا بحبك قوي. يا سلام. من إمتى يا أخويا إن شاء الله؟ من حبة قصدي من النهاردة بابا. من زمان قوي قوي. بابا بابا أنا عايز حضرتك يعني تعتبرني فاطين سعدك الأيمن بعد إذنك. إيه ده؟ الواد ده اتجنن. أه أكيد اتجنن. ومين فاطين سعدك الأيمن ده؟ برضه مش فاهم يا أنس. اللي عايز اوصله لك يا ستيشن ان البني ادم مننا ما هو الا مجموعه صور جوه البوم. الصور دي هي مراحل حياته والالبوم ده هو ذاكرته. في بني ادمين الالبوم ده بالنسبه لهم بيبقى مصدر فخر لانه بيفكرهم بتاريخهم الناصع الجميل، وفي بني ادمين الالبوم ده بالنسبه لهم بيبقى نقمه بيبقوا عايزين يحرقوه يدمروه لأنه بيفكرهم بتاريخهم المزري القبيح. فهمت؟ يعني أنت حضرتك عايزني أشتري ألبوم وأحط فيه الصور؟ تشتري إيه؟ ما تركز معايا شوية. السلام عليكم يا عم أنس. إزيك يا عم ستيشن؟ الله يخليك. إيه بالك يا فاطين بتنقل ليه؟ ما هقول لك بعد إذن حضرتك يا عم ستيشن. يا عم أنس هتقتل هتقتل هتقطع إربا إربا. مين ده اللي يقتلك ولا إيه؟ منك وانا موجود. بابا ايه هو قال لك؟ لا امال مين اللي قال لك؟ لومبروزو. لومبروزو هو اللي قال لي.
من الكابتن خالد الخباب، ولما نقول الخباب يعني الويلي الويلي الويلي، بيسبح ويمسي على المعلم الششتاوي، المعلم الششتاوي صاحب الليل. صاحب الليلة يعني المعلم الششتاوي، يعني كل تجار الطيور الروشة، يعني اصحى واصطبح الفرخة بتتذبح، وسلام على طول السلام. ميشو جاي بيصبح ويمسي ويقوم بالواجب، اللي ما يعرفش ميشو يبقى معرفش الرجولة ولا نزل مصر. ميشو الحاوي يا رجالة جاي علشان يقوم بالواجب، وعلشان يقول لك يا معلم ان سردينة اللي كان هياخد بنتك العروسة جاي ومعايا وبنفس راضية، علشان يقول لك يا معلم ششتاوي الف مبروك. ومية الورد دي تحية مني يا معلم، وما بتترشش غير للورد. سلام يابا. وطالما قمنا بقى بالواجب يبقى ناخد حقنا. احنا معلم لينا حق عندك. حق؟ حق ايه يا ميشو؟ الواد سردينة يا معلم كان ليه عندك 10,000، وكان جايب لبنتك العروسة شبكة ب10,000، هناخدهم ونمشي علشان ليلة بنتك العروسة تكمل. هتكمل يا ميشو، نزلوا يا رجالة كله مكانه. على فكرة يا معلم ششتاوي، مية الورد اللي اترشت دي مخلوطة ببنزين، وبنزين 80 كمان، علشان تعرف يا معلم. وزمان الرجاله كلها بره دلوقتي مرشقه الفرح كله انابيب غاز، يعني لو الولاعه دي وقعت مني من غصب عني يبقى كلنا هنشوف نار جهنم صوت وصوره. ها قلت ايه يا معلم؟ اللي عنده دم احسن من اللي عنده عزبه، وانت يا معلم عندك عزبه. ماشي ماشي يا ميشو. طالما بقى رجال الحق رجع لاصحابه يبقى سلام وتحيه والكل يرقص يا رجاله. خايف موت يا عم انس، لا اصحى الصبح الاقي نفسي متقطع قرش الاوضه.
وكل حتة إرابل مرمية كده في الشقة. ما تخافش يا فاطين وما تخوفنيش معاكم مال. وبعدين كلام لومبروزو ده مجرد نظرية وفي نظريات تانية غيرها كتير. لا ما هو كل كلمة من اللي قالها تنطبق تيبيكال على بابا وعلى أخويا ميشو كمان. إيه؟ على ميشو؟ ده أنا لسه متخانق معاه الصبح. زمانه دلوقتي بيضمر ليا الشر جواه. بتقول حاجة يا عمي؟ لا ما بقولش. أنا بقول يعني إنه كلام لامبروزو ده ممكن ينطبق على الجد الكبير عبد الحاوي. ما هو كان قطع طريقه وعايش في الصحراء. وبابا سيد الحاوي حفيده يعني أكيد يا عمي ورث منه كل حاجة. لا بس يعني ما توصلش لحد القتل يعني. بس احتياطين أنت بات معايا بعد كده بقى. لا يا عمي ما أنا فكرت في كده برضو وقلت بقى إيه ما ممكن بابا ينزل يقوم دبحنا أنا وأنت كده عمي ويشرب من دمنا. معك حق يا فطين. تبات فوق زي العادة عشان كل حاجة تمشي كالمعتاد يعني. ها ولو حسيت بأي حاجة فطين أرجوك اديني رنة وأنا هتصرف. حاضر يا عمي. وبرضو لو حضرتك يعني حسيت بأي خطر أو حسيت مثلا إن بابا حب يبدأ بحضرتك أنت الأول ويدبحك أنت الأول ما تترددش يا عمي يعني اديني رنة على طول. يعني هتعمل إيه يعني يا فطين؟ هدعيلك يا عمي إن ربنا ينجيك وتقدر تهرب منه وتجري منه رهوان. بس انا ارجع بقول برضو انه كلام لامبروزو ده كلام نظري يعني ابوك يسرق انما يقتل لا. يلا حبيبي اطلع اوضتك نام. ها وانسى ان انت قريت لامبروزو الليله دي خالص مفيش اي حاجه. لا يا عمي ما انا دلوقتي مش هقدر اطلع انا لوحدي. عمي ما تيجي تطلعني. حاضر حبيبي عشان اثبت لك بس ان الموضوع عادي خالص ومفيش اي حاجه. يلا اتفضل قدامي. لا ما يصحش حضرتك اتفضل انت الاول. ده عمي يعني في مام بابا. حاضر يا سيدي حاضر الامر لله يا ملاجي يا رب. ايه خايف ايه؟ عمي ما تطلع انت وانا هستناك هنا. اذا كنت انا مطلعك مش حاجه. بروح عمي. بتعمل ايه في الارض يا عار العيلة؟ لا بتعمل ايه يا حيلة يا نيلة؟ لا بابا كان في حاجة بس وقعت مني. انت حاجة ايه؟ النضارة كانت وقعت مني فانا مش لاقيها. نضارة ايه هذا؟ النضارة على عينيك اهي. صح يبقى وقعت على عينيا يا بابا. صح وقعت على عينيك يا بابا. خد ياض ايه العجوانتي ده وقول لي ايه رايك في المسدس ده. امسك خد ياض. جبان هيفضل طول عمره جبان. انا ما خلفتش الا الواد ميشو بصراحه. جاي منين يالا؟ نعم يا باشا. لما اكلمك تنزل من العزفت ده وترد عليا عادل. تحت امرك يا باشا. جاي منين؟ كنت في واجب فرح. قمت معاهم بالواجب؟ ها طبعا يا باشا ما سبتهمش غير لما عملت معاهم الصح. وبعدين سيادتك عارفني يعني ما بدخلش مكان غير لما بقوم بالواجب. وهما بقى ما عملوش معاك الواجب؟ سيجاره حشيش سيجارتين بانجو يا باشا حد الله ما بيني وما بين الكيف. ما الفلوس دي بقى بتاعت ايه؟ سرقتها من مين؟ لا دي فلوس يا باشا. محتاج اي حاجه؟ نعم يا روح امك. عادي يا باشا كلنا بنتزنق. ولا اعمل حسابك
انت بقيت تحت عيني، يعني نفسي بس تفكر تغلط غلطه واحده. اركب الموتوسيكل بتاعك وروح يلا. بالاذن يا باشا. سلام. خد فلوسك. ما تخلي يا باشا تجيب واحد. اخلص. تسمع على خير يا باشا. تصبح على خير يا حبيبي. تصبح على خير يا عمي. عمي خلي بالك من نفسك يا عمي. لا ما تقلقش عليا. نام انت يا فاطيني حبيبي عشان انت عندك مدرسه الصبح. لا يا عم، انا مش هيجيلي نوم الا لما اطمن على حضرتك الاول. تموت الاسود في الغابات جوعا ولحم الضأن تاكله الكلاب. نصيبنا كده بقى يا عمي، نصيبنا كده. ما تقلقش عليا، انا كنت جندي في الحرب واعرف ازاي اخطط وناور. ما اعرف ازاي اجري. عمي عشان لا اله الا الله محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك يا عمي. يلا بقى حبيبي عشان مدرستك. يلا نام انت وما تقلقش خالص عليا. انا مش هيجري لي. والله انا خايف احلم بكوابيس. لا 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 لا، فكر في حاجات جميله. ها حاضر يا عمي. جناين، ميه، حاجات لطيفه. ماشي يا عمي. شلالات. احلم بافلاطون. طيب الله. ماشي هتنام كويس طبعا. ان شاء الله. طبعا حبيبي تصبح على خير. انت من الخير يا عمي. خلي بالك من نفسك. طيب حاضر يلا نام بقى عشان تروح المدرسة. حاضر يا رب تقوم. عم أنس. لا عم أنس حبيبي. انزل لو سمحت. ليه؟ عايز ادخل شقتي. ليه؟ اصلها وحشتني، بقى لي فتره سايبها لوحدها. وسبتها لوحدها ليه؟ كنت بطمن على فاطين. وبعدين هو تحقيق؟ جرى ايه؟ يا بيشو انت نسيت نفسك؟ ده انا عمك برضه. ماشي اتفضل انزل، بس تاني مره ما تسيبهاش لوحدها، احسن يبقى في حرامي كده ولا كده يقشطها لك. هو في حراميه ممكن تدخل البيت وانت موجود؟ تصبح على خير يا عمي. انت عمي اول مره مش يقول لي يا عمي، بس طالعه من بقه زي العسل. الظاهر مشو ده ما بيجيش غير بالتهزيق. انس وانت من اهله. الحمد لله على السلامة يا بطل. مساء الفل عرب. ايه رايح فين؟ ما تيجي تسهر شوية تتفرج على البيت شكيرة. هريح مع نفسي شوية. انما انت ايه اللي عملته ده مع المعلم شيشتاوي؟ تعرف؟ في حاجة برضو بتخفى عن ابوك. وبعدين انت مالك ومال بتاع الفراخ ده؟ ده حتى مش لايق عليك. انما انت مطلع العدة ليه؟ في عملية جديدة؟ جالي تليفون من فريد بيه، التفاصيل هتجيلي بكره. على فكره فريد بيه بيسلم عليك ونفسه يشوفك، نفسه تعدي عليه. لما افضاله برضه داخل تنام. تعال بص
شاكيرا سخنت قوي. صباح الخير يا سمسمت الحلوة. حاضر يا بابا. السلام عليكم استاذ انتيكا. استاذ انتيكا، استاذ انتيكا. اهلا 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 اهلا. صباح الخير. اهلا صباح الخير يا فاطين. مواعيدك دايما دايما مظبوطه. دايما مظبوطه. قول لي بقى ايه اخبار اللوحه اللي انا طلبتها من حضرتك؟ انت عارف انتيكا لو وعد اوفى، وخصوصا معاك انت يا فاطين لنزاهتك وامانتك وخلقك البعيد كل البعد عن اللي اسمه ميشو. أنا مش فاهم أنتوا إزاي طلعتوا توأم. غريبة جدا، مع إن أخويا ميشو هو اللي عرفني على حضرتك. هي دي الحاجة الوحيدة الحلوة اللي عملها معايا. لكن أنت يا فاطين، أنت يا فاطين عامل زي إله الخير، إله الحب والجمال عند الأغنياء. ربنا يحفظك يا رب. طب وأخويا بقى ميشو؟ ميشو؟ ميشو ده مثال لعالم الفوضى، عالم العنجهية والعشوائية. بس أنا مندهش جدا يا أستاذ أنتيكا، إزاي يعني فنان عظيم زي حضرتك حابس نفسه وسط أعماله وما بيخليهاش تظهر للناس كده؟ لأني معترض يا فاطين، معترض على ما يحدث خارج هذا العالم. عالمي العالم أصابته حالة انفصام، المعايير اختلت، الفساد طغى طغى وتجبر، حتى الهواء اللي بنتنفسه ملوث ملوث. ما تتخيلش حضرتك انا مبهور بحضرتك قد ايه، بتفاصيلك وبغيرتك على فنك. ربنا يكتر من امثالك. قول لي بقى هي فين اللوحه؟ اللوحه شايفينها دي يا اولاد هتبقى من نصيب الطالب المثالي بالمدرسه، واللي لازم طبعا ينجح في اختبار بتحب بلدك مصر قد ايه. مصر يا أولاد بلد الأهرامات والنيل، بلد نجيب محفوظ وأحمد زويل، بلد عبد الوهاب وأم كلثوم وحسن شحاتة. ياه مستر فاطين ده قديم قوي. أما حكمة اليوم فهي كن مستمعا جيدا لتكن متحدثا لبقا. فهمني اللي كنت بترغي ورا. والآن نقدم لكم فقرات الإذاعة المدرسية اليوم في هذا الصباح المشرق، وهي بالترتيب الآتي: فقرة كلمتين وبس مع الطالب دودي، وفقرة صباح الخير يا مدرسة الغالية الحبيبة، وتقدمها لكم باللغة العربية الطالبة هنا وباللغة الإنجليزية الطالبة صفا. ونختتم فقرات هذا اليوم الجميل بفقرة أنا من البلد دي التي تقدمها لكم الطالبة رؤى. وكان معكم مستر فاطين سيد حسان، مدرس الدراسات الاجتماعية بمدرسة أبناء الغد الخاصة. شكرا لاستماعكم. اوعى حد يقرب مني، اللي هيقرب مني انا هحدف نفسي من البلكونة. انتوا فاهمين انا مش حرامي، ما حدش له حد عندي. حرامي دخل الشقة علشان يسرق، ولما ظبطوه وراح يمسكوه حاول يرمي نفسه من البلكونة. اللي هيقرب مني هحدف نفسي من البلكونة، انا مش حرامي. اخلص يا تهامي وسلم نفسك بالذوق. لو قربت مني يا صاحبي انا هحدف نفسي من البلكونة، فاهم؟ معلش يا فندم تسمح لي اتكلم معاه؟
معلش اديني فرصه واحده. اسمعني يا عم تهاني، انا مش هسمح حد. انتوا عايزين مني ايه؟ انا عاوزكم تبعدوا عني. حاضر هنسيبك، بس انا عايز اساعدك. عايز تموت نفسك ليه يا عم تهاني؟ ما تخافش يا عم تهاني، صدقني انا عايز اساعدك. اعتبرني زي بنتك. بنتي؟ انت ما عندكش بنات ولا ايه؟ 4 بنات و3 صبيان. وحد يبقى عنده كل البنات والولاد دول يبقى عايز ينتحر ويسيبهم وكمان يخدم ربنا؟ انت ما بتحبهمش ولا ايه؟ ما علشان بحبهم عاوز اموت نفسي، لاني من يوم ما طلعت من السجن محدش عاوز يشغلني، لاني بقيت ارباب سجون والعيال عاوزين ياكلوا. اجيب لهم منين؟ لحد ما مديت ايدي للناس كلها محدش رحمني، لغايه ما لقيت نفسي بسرق مش عارف اعمل ايه، وكل ما اكلم حد محدش عاوز يصدقني، محدش عاوز يصدقني. انا مصدقاك، انا مصدقاك يا عم تهاني، واوعدك لو سلمت نفسك هقف جنبك وهساعد ولادك كمان. انا وعدتك يا عم تهاني، صدقني. صباح الفل يا باشا. صباح الفل يا سوستة. في واحدة هانم مستنية سعادتك جوه يا كبير. حلوة يا جامدة أوي. الله أكبر في عينيك، الله أكبر. ما أنا عارف عينيك. ابني بسرعة جهز لي أحلى بوكيه ورد بلدي، فاهم؟ أحلى بوكيه بسرعة. ماشي بسرعة كيف. وأنا جاي أهو. يا فتاح يا عليم ازاي يا كريم، زورنا يا رب على الصبح. مين؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. انا كمان بقول ايه فازه الفل اللي قاعده في المحل وريحتها هل عليا وانا بره. صباح الخير يا سيد بيه. نعم نعم يا حبيبي نعم. بقول صباح الخير يا سيد بيه. وربنا وربنا احلى سيد بيه سمعتها في حياتي. فريق بيت جندي بعت لك الظرف ده في كل حاجه عن العمليه الجديده. تمام ان شاء الله هتبقى اطعم وارق عمليه عملتها في حياتي. اجيب عناب؟ لا مش هينفع، عندي ابوينتمنتس كتير قوي النهارده، وبعدين السواق وصل بره ولازم اخرج حاجه. الف سلامه عشانك يا جميل. جالك منين الابونتوس ده؟ مواعيد يعني. اه مواعيد يعني ابونتوس مواعيد. هات يلا بكل الورد يا كبير. هات انا اللي هوصله بنفسي الهرم في العربيه. اتفضلي يا هاني. المفروض ان انا زبونه عاديه زي اي حد. انت بتعمل كده مع كل الزباين؟ مفاشر. خلاص يبقى سوسته هو اللي هيوصل. كلامك ماشي يا قمر. يلا يا سوسته وصل بوكيه ده للهرم في لغايه العربيه. باي باي يا سيد بيه. باي باي. غلط اللي عملتيه مع المجرم تهامي ده، غلط. هو ايه الغلط يا فندم؟ ممكن افهم؟ ازاي تقنعي اصحاب الشقه اللي كان داخل يسرقها يتنازلوا عن المحضر؟ لا مش كده وبس، ده انت كمان قعدتي معاه وتسمعي له. لاني لو ما عملتش كده هبقى كدابه، لاني وعدته اني اساعده وكان هيفقد الثقه فيا وفي كل حاجه تانيه. ما يفقد الثقه ولا يتحرق، ده حرامي مجرم. وبعدين يعني انت فاكره الثقه اللي اديتها له دي هي اللي هتغيره وتخليه بني ادم جديد؟ وليه لا؟ انا مش فاهم بس انت واخده الموضوع ببساطه كده ليه؟ حضرتك اللي مصعبه يا فندم. انا مش مصعبه، انا بنفذ القانون. واحد اتمسك متلبس وهو بيسرق يبقى حرامي ومكانه السجن. امال يا فندم فين روح القانون؟ مش الاول نعرف ظروفه ايه عشان نعرف عمل كده ليه؟ تاني هتقولي لي ظروف؟ لو كنتي فاكره ان الفيلم اللي سمعتيه منه ده انا مصدق منه حرف واحد. على العموم يا فندم انا بدات فعلا اجمع معلومات عنه، وبنفسي هروح السجن عشان اشوف الملف بتاعه واعرف ظروف اسرته. برضه غلط، وبكره تصدقي كلامي. وبعدين عايز اقول لك على حاجه مهمه. قبل ما تدوري في ظروف المجرم وتشوفي هو عمل كده ليه، فكري في المجني عليهم وازاي المجرم اللي انت بتدافعي عنه ده اتسبب في ترويعهم، وهو اصلا داخل ياخد منهم حاجه مش بتاعته وغصب عنهم. ولا دول مش من حقنا حمايتهم؟
عادش قادره بقى. انت تنزل وتريحني. طالما انك تعبانه قوي كده ما كنتش نزلت النهارده من البيت. لا يا حبيبتي بقيت كويسه خلاص. ربنا يقولك بسلامه يا مس موزين. متشكره قوي قوي يا مس مرضى، والله كلك ذوق ورقه، تستحقي فعلا تكوني مدرسه موسيقى. محمد علي الكبير قام ببناء الجيش المصري الحديث والاسطول البحري القوي، وانشأ المدرسه الحربيه، وانشأ القناطر الخيريه، وكان يا اولاد عهد محمد علي من ازهى العصور في مصر. هو استاذ فاطين ده ايه؟ ما يعرفش يشرح بهدوء ابدا. اتس اوفر. هو في زي الاستاذ فاطين ولا احترام الاستاذ فاطين؟ راجل عنده ضمير وبيحب شغله وبيعمله على اكمل وجه. يكفي ان هو ما بيديش دروس خصوصيه. معاكي حق يا مس فوزيه، مستر فاتين ده انسان مخلص وحساس ورقيق قوي قوي قوي. يا حبيبتي عندي حصه عن اذنكم. وانا كمان. صباح الخير يا استاذ سعاد. صباح الخير. جود مورنينج. جود مورنينج. ايه ده استاذه فوزيه، هما مالهم؟ هما كده على طول. اقعد يا استاذ فاتين. ما هذا الذي ترتديه بالله عليك؟ اصل انا كان عندي النهارده حصه عن محمد علي الكبير، ولقيت الاولاد بتستوعب قوي بالطريقه دي، والطريقه دي جايبه نتيجه هايله معاهم. قلت الله، ايه المانع ان الواحد يقرب لهم العصر اللي بنتكلم عنه؟ فاطين تعال عايزاك. لمياء حبيبتي. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ عجبك مش كده؟ قوي. ممكن اعرف بقى انت بتعمل ايه هنا؟ بعمل ايه يا لمياء؟ هنا ما عنديش حصص يعني، وبعدين هنا غرفة المدرسين والمدرسات. اه يبقى يا حبيبي تقعد لوحدك، لوحدك خالص. فهمني ولا لا؟ لا فاهم. جبت فلوس الجمعية؟ اه اتصرفت فيهم من عند عم انس اهم. هات. ها نتقابل بقى النهاردة بعد المدرسة علشان نروح الهرم؟ ان شاء الله بعد المدرسة نبقى نكرر. اتفقنا، بس ما تتأخريش يا لمياء. استاذه فوزيه ما قلتليش بقى ايه رايك؟ فكره جديده قوي قوي يا مستر فاتين، وكمان فيها ابتكار للتلاميذ. ولسه هم شافوا حاجه، ده انا ان شاء الله بقى ناوي اتطور اكتر علشان التلاميذ تفهم وتستوعب اكتر واكتر. احمس الاول هو محرر مصر وطارد الهكسوس ومؤسس الاسره الثامنه عشر، وهي اعظم الاسر الحاكمه في مصر. ولو اتكلمنا يا اولاد عن اصله، فهو ابن الملك ثقة رعد أول، وابن الملكة عاحتب، وأخو الملك كاموس آخر ملوك الأسرة السابعة عشر. وهو في سن العاشرة قدكم كده يا أولاد، تولى الحكم بعد وفاة والده وأخيه. يعني كان زئرد قدكم كده يا أولاد، لكنه كان قوي. شفتم بقى يا أولاد ده عظمة الفراعنة. الأستاذة لميس، أهلاً وسهلاً يا أستاذة لميس. قيام يا أولاد. الأستاذة لميس بنت الملكة، أقصد موجهة مادة الدراسات الاجتماعية يا أولاد. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. شكراً يا أستاذ فاطين، كمل الدرس حضرتك، استرسل. جلوس. ولما وصل أحمس الأول الهمام سن التاسعة عشرة من عمره، قاد الجيش وطرد الهكسوس حتى وصلوا إلى أواريس عاصمة الهكسوس، وهزمهم شر هزيمة، وطاردهم حتى وصلوا إلى فلسطين، وحاصرهم في حصن شاروهين، ولن يظهر أحد من الهكسوس في التاريخ حتى الآن. هذا هو أحمس الأول، محرر مصر وطارد الهكسوس. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي يا فندم، نورت المدرسه. حاجه عظيمه جدا والله يا استاذ فاطين، انا مش مصدقه اللي شفته ده خالص. مش ممكن في مدرس فلته زي حضرتك كده، مبتكر ومتفاني ومحب للماده، ودايما كده بتقدمها بطريقه سلسه للتلاميذ. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يحفظك. يعني انا متشكر جدا جدا، وانا هحاول ان ابذل اقصى ما في وسعي حتى يستفيد التلاميذ. انا بس اللي هيقف قصادي مشكله بسيطه. ايه؟ شخصيه الملكه نفرتيتي. مش ممكن، كمان خفيف الظل يا استاذي العزيز.
حضرتك هتبقى نبراس مثل هيحتذي بيه كل المدرسين. ربنا يبارك لك يا فندم. انت من الرواد يا فاطين. ربنا يبارك لك يا فندم. تهنئتي للمره الثانيه. شكر جدا يا فندم. السلام عليكم حبيبي. الف الف سلامه يا فندم. نورت والله العظيم. انت كوبايه شاي كانت كده. الله يخليك. ميرسي. انت من النبراس. الحمد لله كلهم بيحسدوك يا فطنطن على فطنتك. الحمد لله رب العالمين شغال وزي الفل. مملك شغال، فرعوني شغال، كله شغال الحمد لله ربنا. ايه ده؟ الهدوم فين؟ الهدوم فين بتاعتي؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ الهدوم. اه لعنة الفراعنة صابتك اهي. بعد كده سوزي هانم دي مشيت بعد ما اديت له الظرف. وعارفين بقى ده معناه ايه؟ هترد اوفف. عارفين ده معناه ايه؟ يا كيميا معناه ايه يا كبير؟ معناه ان شيكو مدريد خلاص فردت كاوتش وفرقعوها. معناه ان فريد بيه خلاص شايفني ما عدليش اي لازمه خلاص. عشان كده بعت العملية الجديدة بتاع الشهر ده لسيد الحاوي. عارفين ليه؟ ما ترد يا برشام. ليه يا كبير؟ عشان سيد الحاوي عنده بيشو. عارفين بيشو طبعا اللي بيخلص وبينهي كل حاجة. وانا عندي قفة رجالة ياكلوا ويشربوا متنحين متنحين كده. بصوني كده ليه؟ بصوني كده ليه؟ انا برضو مش هسيبك تتهنى. مش هسيبك يا ميشو. واذا كنت انت ميشو الحاوي فانا بقى شيكو الساحر. امرنا يا كبير نبلغ البوليس المره اللي فاتت. حمار وغبي بياض. الحكايه دي محتاجه تخطيط وتظبيط. يعني محتاجه دماغ. انا دماغ. انا روح ظبط لي حاجه مع السياره. شوف انا ولا انت يا ميشو. الحاج راح فين يا سوست؟ بعد ما جات له الست سوزي هانم اتصل ببنبوني وابويا ستيشن وبعد كده خرج. طب والشغل ايه اخباره؟ مبسوط يا ميشو. بس نفسي يا ميشو بقى تديني الفرصه تاخدني معاك في عمليه. نفسي اطلع معاك طالعه يا ميشو عشان افرح ابويا ستيشن ويعرف انه خلف راجل. هيحصل يا سوست. بس كل حاجه في اوانها. انت عارف يا سوست ايه ده؟ منصور المخبر بيعمل ايه ده؟ نطلع نشوف. في حاجه ميشو؟ لا خليك يا منصور. ايه ميشو؟ ايوه ميشو. ازيك يا ميشو؟ ازيك يا منص عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت جاي تاخد ورد الباشا مش كده؟ لا يا ميشو لا. يعني انا متراقب. معلش بقى اوامر الباشا فؤاد هنعمل ايه؟ لا ما تعملش حاجه. انا تحت امر الباشا فؤاد. يلا بقى منصور ادخل اشرب لك اي حاجه. ما ينفعش يا ميشو. عصير قصب جوه حلو. شكرا يا ميشو. تبلوه مع السرير. الله يكرمك يا ميشو. ليه بس؟ ما ينفعش يا ميشو. ماشي يا منصور. اطلع يا ابني. اسمه اللي هم جرى لهم.